السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع الإخوان والأخوات اللي التحقوا بنا في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم في أحسن الأحوال. وما يفوتنيش نرحب بالناس الجداد لأول مرة كيشوفوني، كنتمنى تلتحقوا بأسرة القناة وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. دابا خليونا ندخلوا مباشرة في صلب الموضوع. بنتي نهارتني في العشية، ثلاث لاربع في العشية، جاو قرروا أنهم غادي يتخلصوا من الولد. صافي قلت لكم تخلصوا منه وغيبقوا مستمرين في طلب الفدية، يعني ما يمكنهمش يرجعوا الولد. ديك الساعة عرفت بأن ما يمكنهمش يرجعوا الولد لعائلته، لا يقول لهم مثلا كيفاش يتعرف عليهم مثلا فلان ولا فلان، يعني صافي قرروا أنهم يتخلصوا من الولد ما يبقاش معاهم. ما عرفتش واش هما كانوا عارفين ديك الساعة أن البوليس كيقلب عليه ولا، لأن أنا كنت صغيرة منهم ما كنتش عارفة شنو كيدور. المهم تخلصوا من الولد، رماه في البير، يعني هكاك حي، ماشي ما ضربوه ما حتى شي حاجة. تخيلوا معايا تكوني قاصر في عمرك 16 سنة، مازال ما عارفة على الدنيا والو، ويجي واحد الشاب يطمعك بالزواج، ولكن بشرط انك تشاركي معاه في جريمة خطيرة اللي وصلت حتى القتل روح بريئة، وانت تتوافقي بدون تردد. علاش؟ حيت كتبغي هاد الشخص وبغى تكملي معاه حياتك، ولكن هاد الشيء على حساب حياة اشخاص اخرين. فاليوم غادي نتكلموا على هدى اللي سمحت في دارهم وتبعات الطيش والمراهقة حتى صدقات خارجة على راسها وعلى مستقبلها. إذا اللي ما زيد من التفاصيل خليكم إلى آخر الفيديو وما تزابوش. قصتنا ديال اليوم غيبداو أحداثها من مدينة الجديدة، وغادي نتكلموا على أسرة مغربية بسيطة جدا ومحافظة في نفس الوقت، متكونة من الوالدين وثلاثة ديال الوليدات، بنت اللي هي كبيرة وجوج وليدات ذكورة هما الصغار. هاد الزوجين متشبتين بتربية الأبناء ديالهم بطريقة تقليدية ديال الناس ديال زمان، مهلين في وليداتهم، ما مخصينهم حتى شي حاجة، ولكن في نفس الوقت مزيرينهم. هاد الزوجين كان عندهم واحد البنت اللي سميتها هودة، اللي كانت من مواليد سنة 1984. هودة كانت واحد البنت ظريفة بزاف، مربية، كتقرا مزيان، كتسمع الكلام والديها، يعني اللي قالوها هي اللي غتكون بدون نقاش، اللي ممنوع ممنوع وما خصهاش ديرو وما تناقش مع والديها علاش وكيفاش، او انها تحاور مع والديها علاش ما ندير هادي او لا هادي، لا يعني لا وسالينا، يعني نفس السيستم ديال الاسر المغربيه القديمه. هدى كانت حياتها بسيطه، كتبدا الصباح كتفيق تتفطر تتمشي لقرايتها، ترجع للدار تغدى وترجع للمدرسه، وفي العشيه منين تسالي ترجع لدارهم تقرا الدروس ديالها، تعشى وتنعس وهي غاده. دازوا سنوات وهدى بدات كتكبر وبدات كتوعى، وهنا ما بقاش كيعجبها النمط العيش ديالها، ما بقاش عجبها التحكم الكلي ديال والديها في حياتها. هدى بغات تخرج وبغات تسارى وبغات تعرف على ناس جداد، وعلاش لا تعيش مغامرات جديده في حياتها ما عمرها شافتها او لا سمعات بها. لكن هاد الشيء كانوا مانعين عليها والديها بصفه نهائيه وبدون حوار او لا نقاش، اللي ممنوع ممنوع وما تسوليش علاش. هدى بدات مرحله المراهقه، وهنا ما بقاتش راضيه على حياتها وبغات تغيرها وتعيش حياه جديده، حيت كتشوف صحاباتها كيلبسوا مزيان، كيخرجوا، كيسافروا، ما كيخليو والديهم شنو يشريو ليهم، وهذا الشيء كانت كتحلم هدى انها تعيشه حتى هي. ولكن هذا الشيء خلق لها في الاول مشاكل كثيره مع الام ديالها اللي كانت كتحاول تزيرها وتمنعها من كل شيء. هدى ما تخرجيش، هدى ما تمشيش، هدى ما تشوفيش، وحتى الحاله الماديه ديال الوالدين ما كانتش كتسمح لهدى انها تجرب داك الشيء اللي كتشوفه عند صحاباتها في المدرسه. المهم بقى الوضع هكذا كيتأزم نهار على نهار، حتى لواحد المره هدى غدا تقرر انها تخرج من القرايه وتجلس في الدار. في الاول عياو معها والديها باش تكمل قرايتها، ولكن والو قصحات راسها وقالت لهم ديك المدرسه هي اللي ما غنمشيش ليها مازال. وبيني وبينكم حتى والديها جاتهم من الجنه والناس وقالوا لها بغيتي تجلسي في الدار مزيان نيت، تعلمي طيبي وتعجني وتعاوني ماماك في الشقه ديال الدار. هنا هدى كان كيسحاب ليها منين غتجلس في الدار الوضع ديالها غادي يتحسن وغادي يولي عندها الوقت فين تخرج وتسارى ودير ما بغات. ولكن بالعكس الامور عاد ما تزادت تعقدات، والديها عاد ما زيروها اكثر،
حيت الا ما كتقرايش اذا لاش غادي تخرجي للزنقه وشنو غادي ديري فيها؟ اذا جلستي من القرايه ايوا دوزي للكوزينه تعلمي اللي ينفعك منين توصلي سن الزواج. نهار على خوه هدى ما بقاش عجبها الوضعيه ديالها وتنادم معها الحال، وهنا بدات كتفكر في شي حل اللي يخليها تخرج وتهرب من التحكم والسدان ديال والديها عليها. وبقات هدى كتفكر وتعاود تفكر وهي تطيح على واحد الفكره جهنميه. هدى كانت عندها واحد عمتها في مدينه الدار البيضاء، وهنا هدى غطلب من والديها باش يخليوها تنتقل للعيش معاها. والديها في الاول عارضوا الفكره بشده وما وافقوش عليها نهائيا، ولكن هدى طلبات من عمتها باش تقنع والديها يخليوها تمشي تعيش معاها. العمه هضرات مع الوالدين ديال هدى وطلباتهم وقالت لهم خليوها تعيش معايا، راه غادي نتهلا فيها ونرد ليها البال ونعاملها بحال بنتي. ومن هنيت تعاوني في الشقه ديال الدار وفي الوليدات. ومن بعد التفكير الوالدين ديال هدى وافقوا على الفكره وخلاوها تعيش مع عمتها في كازا. هدى فرحات وما قدتها فرحه وقالت في خاطرها اخيرا خرجت من الحبس اللي كنت مسجونه فيه، ودابا غادي نمشي نعيش في كازا ونقدر نخرج وندور ونلبس وندير ما بغيت، وما كاينينش والديه اللي غيمنعوني وحبسوني في الدار. وداكشي اللي كان هدى مشات عند عمتها باش تعيش معاها في كازا، وداكشي اللي كانت كتقلب عليه لقاتو. عمتها ما كانتش مزيرها بزاف وكتخليها تخرج مره مره، وعمتها ديما دارها عامره بالصحابات. وهنا هدى كتلقى مع من تهضر وتجمع وحسات بحياتها ولات مفوجه، وهدى ولا عجبها الحال بزاف على منين كانت في دارهم. وحتى علاقتها مع والديها تحسنت بزاف حيت هي ولات كتوحشهم وحتى هما كيتوحشوها حيت بعيده عليهم. ومن جهه اخرى هي خرجات من داك الزيار اللي كانوا فارضين عليها الوالدين، وهنا هدى ولات عايشه مع عمتها كتعاونها في الشقه كتدي ليها الوليدات وتجيبهم من المدرسه، وإلا خرجت عمتها للمدينة كتديها معها، ومرة مرة في العطل كتمشي كتجلس مع والديها شي أيام، ومن بعد تترجع دار عمتها اللي كاينة في كازا. وهنا هدى ولات حياتها زوينة بزاف ولقات راحتها، وداكشي اللي كانت كتقلب عليه وصلت ليه. من بعد هدى في هاد المرحلة ولات عندها 16 سنة يعني سن المراهقة، وهنا غتولي تاهي تحلم يكون عندها شخص في حياتها تبغيه ويبغيها وكاع دوك الافكار اللي كيكونوا عند المراهقات اللي في السن ديالها. وهنا هدى منين كانت كتمشي توصل ولاد عمتها للمدرسه كان ديما كتلاقى مع واحد الولد كيجي للدرب ديالهم عند شي حد اللي من عائلته. المهم هدى كانت كتبقى تشوف فيه وحتى هو كيبقى يشوف فيها وكيتبادلوا نظرات الاعجاب بيناتهم. حتى لواحد النهار هدى وصلت ولد عمتها للمدرسه وراجعه للدار، وهو يجي عندها هذاك الولد قرب منها وهضر معاها قال لي راك كتعجبيني بزاف واش ممكن ندخلوا انا وياك في شي علاقه. وبالفعل هدى بحكم انها كان كيعجب هذاك الولد فما رفضاتش وقالت ليه واخا ماشي مشكل. وبقاو مره مره كيتلاقاو كيهضروا مع بعضياتهم في الدرب. شويه بدات هدى كتقاد المسائل ديالها وكتخطف واحد الوقيت وكتخرج معاه كيضربوا دويره وكيهضروا وهي غاده. ومع مرور الوقت هدى تعلقت بزاف بهاد الشاب ولات كتبغيه بزاف وكتعاود ليه كل شيء على حياتها وكل شيء التفاصيل ديال نهارها كيفاش كيدوز، وكانت دايره فيه النيه والثقه بزاف بحكم انها باقا صغيره وكتدوز من فتره المراهقه، وهاد الفتره كيكون الانسان نيه بزاف ودغيا كيثيق. وحتى هو هاد الولد كان كيبادلها نفس الاهتمام وكيبقى يتصنت ليها، ولكن في نفس الوقت ما كانش كيعاود ليها على حياته الخاصه، كان غير كيتصنت ليها وصافي. يعني انا في ديك الوقيته كنت معاهم ونعسوا مشيت تصوري مشيت كنطلع ديك ديال البير قلت واش يطلع لي الولد، قلت انا صحابي يرمي في الماء غادي يطلع حي غادي يطلع باش يطلع لي في هذاك. جا واحد لقاني كان مطلع فهاديك اش كديري؟ قلت له غنشوف الا طلع في الماء نطلعو. شدني من مور هكا قال لي دوزي تنعسي. انا قاضي الحكم يعني بحال ماشي ما تقبلتوش، يعني كنت في واحد الحاله نفسيه بحال ماشي انا اللي هضر معايا القاضي، جاتني بحال ازمه نفسيه يعني بقيت ساكته ما هضرتش، يعني حاولوا يبقاو يعطوني بعض الادويه كنت كنسانع عليها ما كنبغيش ناخذها، يعني كنت بقيت معزوله بوحديتي يعني كان قضي النهار يعني صاف اللي معايا ما كنتش كنحاول نهضر معاهم كنت كنفيتيهم كاملين ما كنهضرش معاهم. نرجعوا دابا لعمه هدى
كما قلت لكم كانت واحد الإنسانة عزيز عليها الضياف، دارها ديما عامرة وديما صحاباتها كيجيو عندها وكيبقاو يهضروا ويجمعوا وينشطوا مع بعضياتهم. هاد عمة هدى كانت دائما كتجي عندها واحد صاحبتها لاباس عليها، ووليداتهم كيقراو في نفس المدرسة. المهم كتجي عندها كيبقاو يجمعوا ويهضروا على حياتهم، كتعرفوا هضرة العيالات منين كيتلاقاو. واحد النهار هاد السيدة اللي لاباس عليها جات عند عمة هدى للدار وبقاو كيهضروا، وقالت لها صاحبتها راه قررات هي وراجلها يبيعوا الدار ديالهم ويزيدوا عليها شي فلوس جامعينهم ويشريوا واحد الفيلا وينتقلوا يعيشوا فيها. وبقات كتقول لها على الفراش اللي غتشريه والصالون والديكورات الى اخره. وهدى كانت جالسه حداهم وكتصنت لهم شنو كيقولوا. وصلت العشيه، هدى غتمشي تجيب ولد عمتها من المدرسه، وفي الطريق غتلاقى مع الولد اللي معرفه هي وياه، وكيبداو يهضروا مع بعضياتهم. وهنا هدى غتقول داك الولد راه عمتي جات عندها واحد صاحبتها لاباس عليها، وراه غادي تبيع دارها وتمشي تشري فيلا وتسكن فيها هي وراجلها ووليداتها. وكتقول ليه سعداتها عندهم بزاف د الفلوس، راجلها مهلي فيها وما عرفتها شنو. المهم هدى تتهضر على نيتها وكتعاود للولد شنو اللي وقع، وكتهضر ليه على السيده اللي لاباس عليها، وهو بقى كيتصنت ليها وراد البال للتفاصيل اللي كتعاود على ديك السيده، وتيحاول يفهم التفاصيل اكثر عليها. وهنا بدا كيدور الهضره مزيان في راسو، وهدى غير حالة فمها وكتهضر بلا فرانات. وصافي منين سالا وهضرتهم مشات رجعت للدار، والولد مشى في حالاته. الغد ليه في الصباح هدى وصلت ولد عمتها للمدرسة ورجع للدار، وفي الطريق كتلاقى مع داك الشاب اللي كتعرفو، وبداو كيتمشاو وكيهضروا شوية. داك الولد غادي يقول لهدى، هدى واش تقبلي تزوجي بيا؟ هدى تصدمات وفرحات بزاف، حيت كانت كتبغي داك الولد ومرتاحة ليه. وصافي وافقت بالزربه وقالت ليه اه موافقه نتزوج بك. وهنا هذاك الشاب بدا كيشعر عليها، قال ليها نتزوج بك نمشي ونعيشوا انا وياك في اكادير ونديروا دارنا وليداتنا ونتهلا فيك، وما غادي يخصك حتى شي خير معايا. هدى عجبها الحال بزاف وفرحات، وقالت ليه اه واخا انا قابله بهذا الشيء كامل. وقال لي هذاك الولد لكن هدى الا بغينا نحققوا هاد الاحلام غادي خصونا فلوس كثيره بزاف. هدى تتقول له ماشي مشكل، نتزوجوا ونخدموا انا وياك ونتعاونوا على الزمان حتى نحققوا هاد الشيء كامل. هنا غادي يقول لها هاد الشاب كاينه واحد الطريقه زوينه غادي نجيبوا بها الفلوس بالزربه، وسهله ماهله وفي وقت قصير غادي نحققوا كاع هاد الاحلام ديالنا بطريقه سهله. وهنا هدى غادي تقول له شنو هي هاد الطريقه اللي غادي نديرو انا وياك. غيجاوبها ويقول لها ديك صاحبه عمتك اللي لاباس عليها، علاش ما نشدوش ولدها الصغير نديوه معنا لشي بلاصه ونشدوه ونطلبوا لوالديه فلوس كثار باش نرجعوه ليهم، ومن بعد غادي ناخذ دوك الفلوس نرجعوا ليهم ولدهم، ومن بعد نهربوا انا وياك لاكادير نتزوجوا ونعيشوا بدوك الفلوس ونحققوا بهم كاع داكشي اللي كنتمناو انا وياك. هدى غير سمعات فلوس كثيرة وطريقة سهلة، وسمعات الزواج والدار وغادي تحققوا كاع الأحلام ديالها. فالسيدة بحكم أنها باقا صغيرة وفي مرحلة المراهقة وباقا طايشة دغيا طمعات وقالت له مباشرة بلا تردد أنا موافقة على هضرتك وأنا معاك في هاد المهمة، ممكن تعول عليا غير فكر في الخطة مزيان باش ما يعيق بينا حتى شي واحد. هدى هنا ما كانتش عارفة بخطورة الكلام اللي قال لها صاحبها، وما عرفاتش أنها كتلعب بالعافية وأن كلامه غادي يخرج لها على حياتها ويغرقها في الحباسات، بل بالعكس عجباتها الفكرة وبانت لها بحال شي فيلم وان القضيه ساهله ماهله وما فيها حتى شي خطوره. من بعد هدى غادي تقول صاحبها كيفاش غننفذوا هذه الخطه ديالنا، وهو يقول لها القضيه بسيطه وما فيها حتى شي حاجه صعيبه. منين غادي تجيبي ولد عمتك من المدرسه جيبي معاه حتى ولد ديك السيده صاحبة عمتك اللي لاباس عليها، شديه من يديه وجيبيه ليا، ومن تما غادي نشد انا داك الولد ونهربوا بها انا وياك لشي بلاصه ما يشوفنا فيها حتى شي واحد. غادي نتصلوا بوالديه ونطلبوا ليهم الفلوس بزاف الا بغاو نردوا ليهم ولدهم، وبطبيعه الحال حيت هما كيخافوا على ولدهم راه غادي يعطيونا الفلوس بدون تردد، وحنا مين غنشدوا الفلوس
غنرجعوا ليهم ولدهم ونمشيو ونهربوا انا وياك، وتا واحد ما يعرفنا فين مشينا وصافي. القضيه ساهله ماهله. هدى عجبها الحال وقالت ليه صافي واخا كلشي مفهوم وانا معاك. ايوا من بعد هدى والصديق ديالها درسوا الخطه ديالهم مزيان، قدوا النهار والوقيته اللي غينفذوا فيها عمليه الاختطاف. وداك الشيء اللي كان النهار اللي غتنفذ فيه خطه الاختطاف جاء بالاثنين. هدى غادي تجيب ولد عمتها من المدرسه، وغادي تجيب معاها حتى ولد صاحبة عمتها اللي لاباس عليها. وهذا الولد ديك الساعه كان باقي صغير في عمره 7 سنوات فقط. هدى شدات ولد عمتها من واحد اليد، وشدات ولد داك السيده حتى هو من هاد اليد، وزادت بيهم بجوجهم ومشات باش تلاقى مع صاحبها في البلاصه اللي داروا يتلاقاو فيها. ومنين غادي تلاقى معاه غيكون معاه واحد الشخص تاني صاحبه، اول مره غادي تشوفوا معاه هدى. المهم عطات لصاحبها الولد وشدوا منها هو وصاحبه، وبقاو كيتسناو فيها حتى دات ولد عمتها وصلاتو للدار ورجعات لعندهم. منين هدى رجعات لعندهم شدوا داك الوليد وركبوا الطاكسي. بحكم ان هاد الوليد كيعرف هدى وكيشوفها عند الدار ديال عمتها، فما غويت ما والو مشى معاها بطريقه عاديه جدا. فمن بعد الطاكسي غادي يوصلهم للمحطه، وهنا الشخص الثالث مشى في حالاته وبقات غير هدى وصاحبها والولد بوحديتهم. ركبوا الكار بثلاثه بهم، جلسوا فيه مفرقين، هدى والولد في بلاصه وصاحبها ركب في بلاصه اخرى بعيده عليهم. وقال لي ديري راسك ما كتعرفيني ما كنعرفك، ما تهضري معايا ما نهضر معاك. المهم تحرك الكار اللي ما عرفاش هي اصلا فين غادي، بحكم انها باقا صغيره وما عمرها ما سافرت بوحديتها. في هذه اللحظه الكار وصل لواحد البلاصه كلها غير خلا وقفار. هدى بدا كيشير ليها صاحبها بعينيه زعما كيقول ليها قولي للشيفور يحبس ونزلي انتي والولد غير هنايا من الكار. وداك الشيء اللي كان هدى كتوقف كتمشي لعند الشيفور وكتقول له عافاك حطني غير هنايا، ونزلت هي والولد هبطوا من الكار وتبعهم صاحبها حتى هو نزل منه. المهم بداو كيتمشاو في داك الخلا بثلاثه بيهم، وبقاو غادين على رجليهم مسافه طويله حتى وصلوا لواحد الخربه ودخلوا ليها جلسوا ومعاهم حتى الولد. واحد شويه لحق عليهم الشخص الثالث حتى هو اللي صاحبها. المهم بقاو في ديك الخربه دوزوا فيها النهار الاول النهار الثاني والنهار الثالث اللي جا بالاربعاء. صاحب هدى والشخص اللي معاه غادين يقرروا انهم يقتلوا الولد ويصفيوها ليه في مره باش ما يمشيش يعطي المواصفات ديالهم للبوليس. هنا صاحب هدى والشخص اللي معاه هزوا داك الوليد مسكين ولاحوه في واحد البير كان قريب من ديك الخربة اللي كانوا جالسين فيها. هزوا الولد ورموه حي في البير، ومني طاح فيه بقى كيتقاتل المسكين، ولكن في الأخير غرق ومات. يعني قتلوه بلا رحمة بلا شفقة، وما قالوش وليد باقي صغير ما عنده حتى شي ذنب علاش نقتلوه ونحرموا والديه منه. المهم بقاو كيطلعوا عليه من البير حتى تاكدوا بان الولد صافي غرق ومات، ورجعوا للخربه وجلسوا فيها. ولكن صاحب هدى واللي معاه واخا قتلوا الولد بقاو كيتصلوا بوالديه وكيطلبوا منهم الفلوس مقابل انه يرجعوا لهم ولدهم، وبقاو كيوهموهم ان ولدهم مازال حي، وكيقولوا لهم انهم الا بغاو يرجعوه لهم يعطيوهم مبلغ مالي كبير بزاف. وفي ديك الليله اللي تقتل فيها الولد بعد ما رموه في البير ناضت هدى كتسلل بالليل وخرجت من الخربه بلا ما يشوفها صاحبها، ومشات للبير رمات الدلو على اساس باش يشد فيه الولد وطلعوا من تمايا لانها كان كيسحاب ليها راه باقي السيد حي. هنا الشخص الثالث شافها ومشى لعندها وقال لها شنو كديري هنايا حدا البير في هاد الليل؟ تتقول له هدى على نيتها والو غير رميت الدلو للولد باش يشد فيه ونخرجوا من تما لا يمشي يموت لينا. وغادي يجاوبها الطرف الثالث سيري رجعي للخربه وسيري تنعسي في حالاتك. ما كنتش كنعس وكنت ديما كنحلم بداك الولد كنشوف صورته، يعني ديما كون كيجيني واحد الحلم كيقول كيجيني بحال انه حي كنقول القاضي تحكمتي عليا وباقي حي ما مات ما وقع له حتى شي حاجه، يعني انا ما كنتش متقبله ان الولد صافي راه مات. يعني انا من هذا المنبر هذا كنطلب المسامحه من الله اولا سبحانه وتعالى باش يغفر ليا، وكنطلب المسامحه من والدين داك الولد لانه بصراحه ما كان عنده حتى شي ذنب. هنا هذا الشخص الثالث
بدا كيشوف ان هدى بدات كتشكل عليهم خطر وغادي يطلب من صاحبها باش يصيفطوها في حالاتها قبل ما تفضحهم. وفي الصباح هدى كيجي عندها صاحبها وتيقول لها ما كاينلاش تبقاي جالسه معانا هنا في هذه الخربه، غادي نديك نوصلك عند شي ناس كتعرفيهم، بقاي مخبيه عندهم وانا منين غادي نشد الفلوس غادي نمشي نجيبك، نقسموا انا وياك الفلوس بيناتنا ونهربوا لاكادير نتزوجوا تما وحتى واحد ما يعرفنا فين زدنا. وداك الشيء اللي كان هدى على نيتها تيقاتو، ركبها صاحبها واللي معاه في الكار وصيفطوها في حالاتها. من السداجه ديالها مشات عند شي ناس اللي جيرانهم كتعرفهم وهم يعني ساكنين حدا عمتها، جلسات عندهم وهي ما عارفاش ان الدنيا مقلوبه عليها والبوليس كيقلبوا عليها، لانه كاينين شهود كثار قالوا ان الوليد اخر واحد شافوه معاه هي هدى. هدى هي اللي جات عنده المدرسه وشدته من يده وجراته معها، والله اعلم فين زادت به. اذا هدى راجع للدرب ديالهم وما عرفش ان القضيه تفجرات وان البوليس كيبحثوا عليها وانها مشات فيها بالمعقول. المهم جات عند الجيران ودخلت لدارهم وهم ما بينوا لها والو، كيتعاملوا معها عادي وما بينوش لها انهم عارفين ان البوليس يقلب عليها. ومن بعد هاد الناس غادي يتصلوا بعمه هدى وغايقولوا لها راه هدى كاينه عندنا، راه جات بوحديتها وما معاهاش الولد. مباشره عمه هدى باش تحيد عليها المسؤوليه كتبلغ عليها البوليس وكتوريهم عند من جالسه في البلاصه. البوليس غادي يمشيو عند هاد الناس اللي مخزونه عندهم هدى وغادي يعتقلوها. ومنين داوها لمقر الشرطه وبداو معها التحقيقات سولوها مباشره فين ديتي الولد اللي خطفتي من حدا المدرسه. هدى بالخلعه ما حاولتش انها تنكر واعترفت بكل شيء وعاودت لهم القصه من الاول حتى الاخير، وقالت لهم راني في علاقه مع واحد الولد وهو اللي قال لي نخطفوا هذاك الوليد من المدرسه، نديوه معانا نخزنوه ونطلبوا واحد الفديه من والديه، ومنين يعطيونا الفلوس غادي نهربوا ونتزوجوا انا وياه. وقالت لهم من بعد ما خطفوه داوه لواحد الخربه جات في بلاصه بعيده، جلسوا فيها تما 3 ايام. من بعد صاحبها واللي معاه هزوا الولد ولاحوه في البير وغرق ومات. ومن بعد كتقول لهم ركبوني في الكار وقالوا لي سيري حتى نجيو عندك بالفلوس ونقسموهم فيما بيناتنا. وهنا المحققين غادي يطلبوا من هدى توريهم البلاصه بالضبط فين كاينه هاد الخربه اللي مخزونين فيها المجرمين بجوج، وكذلك فين كاين البير اللي لاحوا فيه الوليد. في هاد المرحله هدى كتحاول توري للبوليس فين جا البير والخربه، ولكن بحكم انها هي ما عارفاش ديك المنطقه ما بقاتش عاقله على البلاصه فين كاينه بالضبط، بحكم هي انها باقا صغيره وما عمرها ما مشات لدوك المناطق، عمرها ما سافرت لهم. المهم البوليس بقاو دايرين معاها غير الخاطر بشويه بشويه حتى وصلتهم للبير والخربه اللي كاينين فيها هذوك الجوج ديال المجرمين. البوليس داروا مجهود كبير مع هدى حتى وصلتهم للبلاصه بالضبط وراتهم واحد البير كبير وغارق بزاف وقالت لهم هذا هو البير اللي رماو فيه الولد. وهنا المحققين بقاو كيسولوا فيها واش انتي متاكده وصلتوا حتى لهاد الخلع على رجليكم بوحديتكم؟ كتقول لهم هدى اه انا متاكده اننا وصلنا حتى لهنا وهاد البير هو اللي فيه الجثه ديال الولد. هنا البوليس شكوا في كلامها وقالوا لا ربما هاد هدى غير كتخربق عليهم وكتدخل وكتخرج في الهضره، وهاد البير ما فيه لا جثه لا والو. ولكن واحد من البوليس قال لهم ماشي مشكل نجربوا نهبطوا للبير ونقلبوه، الا كتهضر بصح هذاك الشيء اللي بغينا، والا كتكذب نقلبوا في شي بير اخر حتى نوصلوا للجثه حنا ما خاسرين والو. وبالفعل الوقايه المدنيه غادي يهبطوا لهذا البير وغادي يقلبوه وغيلقاو انه بالفعل كاينه الجثه ديال الوليد في قاع البير ومازال كما هي ما تحللات ما والو. داوها وداروا ليها التشريح الطبي باش يعرفوا سبب الوفاه، وفي الاخير غادي يلقاو ان الولد مات غارق، ما ضربوه ما عذبوه ما والو، ولكن سبب الوفاه هو الغرق وان المجرمين رموه في البير باقي حي مسكين. هنا غادي تبدا المرحله الثانيه من التحقيقات، البوليس غادي يسولوها على الجوج ديال الاشخاص اللي كانوا معها في تنفيذ الجريمه. وهنا الغريب في الامر ان هدى عطاتهم سميت هذاك الولد اللي معرفه معاه فقط، يعني هي ما كتعرف عليه حتى شي حاجه
لا شنو هي الكنيه ديالو، لا فين ساكن، لا شنو خدمتو، حتى شي حاجه ما كتعرفها عليه. يعني هو ما كان تيعاود ليها والو على راسو، بخلاف هي كانت كتعاود ليه كل شيء، جميع التفاصيل على حياتها بلا ما تنسى حتى شي ديتاي. يعني هاد الوقت كامل وهو كيضحك عليها كيستغلها وهي ما جايبه اخبار، وما عارفاش انه خرج لها على حياتها كاملها وخرج لها على مستقبلها. المهم المحققين بقوا كيسيسوا مع هدى، حتى قالت لهم في الاخير انها النهار الاول اللي شافت فيه هاد الشاب كان تيجي عند واحد الشخص من عائلته اللي هو جارهم ساكن حدا الدار ديال عمتها. وبالفعل هدى غادا تدي البوليس عند الشخص اللي ساكن حداهم واللي كيجي عنده صاحبها. تيوقفوا عليه البوليس وتيقولوا ليه واش كتعرف هاد فلان وشنو علاقتك به. وبالفعل كيعطيهم الاسم ديالو الكامل ديال صاحب هدى وفين ساكن وشنو كيدير في حياته. وهنا البوليس غادين يمشيو باش يعتقلوه، ولكن من كيقلبوا عليه في دارهم ما كيلقاوش. وبقاو البوليس واحد المدة وهم كيقلبوا عليه هو الشخص الثاني اللي كان معاه. في هاد المرحلة هدى كدوز للمحاكمة، بما انها فتاة قاصر فغتحاكم غير بوحديتها. وهنا القاضي غيشوف انها متورطة في قتل الطفل وشاركات في الاختطاف ديالو، وبالتالي غادي يحكم عليها بالمؤبد رغم صغر السن ديالها والسذاجة ديالها، وانها ضحك عليها صاحبها وهو اللي طيحها في هذا المشكل، وان هي ما كانتش عارفة انهم غادي يقتلوه ويلوحوه في البير. اذا رغم هذا الشيء كامل القضاء ما رحمهاش واعطاها اقصى العقوبات اللي هي المؤبد، يعني غادي تبقى في السجن وتكبر فيه وتبقى فيه حتى تموت. اما صاحبها والشخص الثالث اللي كاين معاه البوليس غادي يتمكنوا من القاء القبض عليهم، وغادي يدوزوا حتى هما للمحاكمه، وغادي يحكم عليهم القاضي حتى هما بالمؤبد، يعني نفس الحكم ديال هدى واخا هي ما شاركاتهمش في القتل ديال هذاك الوليد، وغير استدرجاته من المدرسه وعطاته ليهم. من بعد مده وفي سنه 2012 هدى غادا تستافد من العفو الملكي، وغادي تنزل العقوبة ديالها من المؤبد الى 30 سنة ديال الحبس. ومن بعد هدى غادي تنادم معها الحال وغادي تطلب الاعتذار من الوالدين ديال الطفل، ولكن الندم والاعتذار ما كينفعوا بوالو الان، لان هادوك الوالدين تحرموا من كبتهم اللي تقتل ببشاعة، وهو ما عنده حتى شي دم في هاد الشي كامل. لا هما خداو الفلوس من بعد ما خطفوه، ولا هما ردوه لوالديه باقي حي، يعني قتلوا داك الولد غير هكاك باطل. وكانت هذه هي قصة الطيش وقلة العقل وحتى الصرامة ديال الوالدين اللي كتكون زايدة فوق القياس بعض المرات. الوالدين اللي ما كيحاولوش يهضروا مع وليداتهم ويفهموهم بزاف ديال الحوايج، يوريوهم الخايب ويوريوهم الزوين، علاش ما خصناش نديروا هذا وعلاش ماشي مسموح لنا نديرو هادي. وهاد المشكل كيطيحوا فيه بزاف ديال الاسر، عدم الحوار بينهم وبين وليداتهم. الصرامة في التربية مزيانة، ولكن حتى الحوار راه عنده دور كبير في التربية حتى هوايا، ضروري من الحوار والنقاش، ماشي غير نفرضوا على وليداتنا انهم يمشيو على واحد السيستم ديال العسكر، ما ديرش هادي، ما تمشيش هنا، ما تحطش هادي، ما تشوفش هادي، ما تشريش هادي، صافي بلا ما نفهموه شنو هو الغايه من هذاك الزيار. خاصو حتى هو من حقه يفهم علاش هادي غلط وعلاش هادي ماشي مسموح بها. وهكذا غيكون واحد الانسجام ما بين الوالدين ووليداتهم. اذا الى هنا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو، ما تنساوش تخليوا ارائكم من خلال التعاليق واعطيوا رايكم في القضيه اللي تكلمنا عليها اليوم. شكرا على حضوركم الكريم، خليتكم على خير، الى اللقاء.